أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في رحاب مدرستكم مدرسة نت. درسنا لنهار اليوم هو: دائما في مقطع الإحصاء نتعرف على المتوسط والمتوسط المتوازن. المتوسط والمتوسط المتوازن. أولا، ما هو متوسط سلسلة إحصائية؟ التكرار الكلي لسلسلة إحصائية هو عدد قيمها، يعني التكرار الكلي لسلسلة إحصائية هو عدد قيم هذه السلسلة الإحصائية. متوسط سلسلة إحصائية هو حاصل قسمة مجموع قيمها، يعني نجمع قيم السلسلة الإحصائية ونقسموها على التكرار الكلي. نجمع يعني هو نجمع قيم السلسلة الإحصائية، نجمعها فيما بينها ثم نقسمها على التكرار الكلي. مجموع قيم السلسلة الإحصائية على التكرار الكلي هو متوسط سلسلة إحصائية. مثال: تحصل أيمن على العلامات التالية في الرياضيات: 13.5، 12.5، 11.5 و 12.5. ما هي عدد هذه القيم؟ 1، 2، 3، 4. إذن يوجد 4 قيم، معناه التكرار الكلي هو 4. عدد القيم نجمعها فيما بينها، وبالتالي المتوسط أو متوسط السلسلة الإحصائية، سؤال هو أحسب متوسط هذه السلسلة الإحصائية. متوسط هذه السلسلة الإحصائية قلنا هو مجموع قيمها على التكرار الكلي. M يساوي 13.5 زائد 12.5. نجمع القيم، نجمع قيم السلسلة الإحصائية. 13.5 زائد 12.5 زائد 11.5 زائد 12.5 على التكرار الكلي وهو 4. لماذا 4؟ لأنه توجد لدينا 4 قيم. إذن نجمع هذه القيم ونقسمها على عدد القيم، فنجد لما أجمع هذه القيم أجد 49.5 على 4. منه M. M تعني المعدل أو المتوسط لهذه السلسلة الإحصائية هو 12.375. الآن المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية. المتوسط المتوازن لسلسلة إحصائية هو حاصل قسمة العدد الذي نتحصل عليه بجمع جداء كل قيمة في تكرارها، كل قيمة نضربها في تكرارها على ثم نقسم على التكرار الكلي. مثلا لدينا توزيع تلاميذ قسم السنة الثانية حسب أوزانهم. يوجد 3 تلاميذ، يعني عدد التكرارات، يوجد 3 تلاميذ وزنهم 40، ويوجد 9 تلاميذ وزنهم 45، يوجد 8 تلاميذ وزنهم 48 كيلوغرام، يوجد 4 تلاميذ وزنهم 50 كيلوغرام، يوجد 6 تلاميذ وزنهم 52 كيلوغرام. أول مرحلة نحسب التكرارات، مجموع التكرارات. التكرارات معناها نجمع 3 و9 و8 و4 و6، وسوف نجد 30، يعني مجموع هذه التكرارات هو 30. ثم نقوم وهذا 30 يمثل عدد الكلي للتلاميذ، معناها التكرار الكلي، عدد التلاميذ. أحسب المتوسط المتوازن لأوزان هؤلاء التلاميذ. نحسب المتوسط المتوازن، قلنا أول مرحلة نحسب التكرار الكلي. التكرار الكلي نجمع هذه القيم لكي نتحصل على العدد الكلي للتلاميذ وهو 30. بعد ذلك قلنا هو مجموع جداء القيم في تكراراتها، معناه كان عندي في الجدول 3 تلاميذ وزنهم 40 كيلوغرام، معناها 3 في 40.
زائد كان عندنا 9 تلاميذ وزنهم 45 كيلوغرام، معناها 9 في 45، زائد كان لدينا 8 تلاميذ وزنهم 48 كيلوغرام، معناها 8 في 48، كان لدينا 4 تلاميذ وزنهم 50 كيلوغرام، معناها 4 تلاميذ وزنهم 50 كيلوغرام، معناها 4 في 50، ولدينا 6 تلاميذ وزنهم 52 كيلوغرام، معناها 6 في 52 على التكرار الكلي. التكرار الكلي هنا هو عدد التلاميذ اللي هو 30. بعد ذلك نقوم بالحساب، 3 في 40 يساوي 120، 9 في 45 يساوي 405، 8 في 48 يساوي 384، 4 في 50 يساوي 200، و 6 في 52 يساوي 312 على مجموع الكلي للتلاميذ وهو 30، منه يساوي 1421 على 30. المتوسط المتوازن لهذه السلسلة الإحصائية هو 47.36 كيلوغرام. نقوم الآن بتمارين حول المتوسط والمتوسط المتوازن. التمرين الأول يمثل المخطط المقابل توزيع مجموعة من التلاميذ حسب أعمارهم. توزيع مجموعة من التلاميذ حسب أعمارهم. كيف نقرأ هذا المخطط؟ يوجد 40 تلميذ عمرهم 11 سنة، كذلك يوجد 50 تلميذ عمره 12 سنة، يوجد 80 تلميذ عمرهم 13 سنة، ويوجد 30 تلميذ عمرهم 14 سنة. يعني هذا على محور التراتيب هو التكرارات، وهذا على محور الفواصل هو الأعمار. السؤال: احسب المتوسط والمتوسط المتوازن لأعمار هؤلاء التلاميذ. نحسب المتوسط والمتوسط المتوازن. نبدأ بحساب المتوسط. قلنا المتوسط يساوي مجموع القيم على التكرار الإجمالي. مجموع القيم، القيم ما هي؟ هي 11 سنة زائد 12 سنة زائد 13 سنة زائد 14 سنة، يعني القيم الغير متغيرة التي لا تتغير على 4. مجموع هذه القيم يساوي 50 على 4، 50 على 4 يساوي 12.5، معناها المتوسط أو متوسط هذه السلسلة الإحصائية هو 12.5. الآن المتوسط المتوازن قلنا هو مجموع جداء مثلا هنا الأعمار في تكراراتها، هو مجموع جداء القيم في تكراراتها. إذن 11 في 40 زائد 12 في 50 زائد 13 في 80 وزائد 14 في 30 على مجموع هذه القيم، يعني على التكرار الكلي، على التكرار الكلي، والتكرار الكلي هو 40 زائد 50 زائد 80 زائد 30. ثم نقوم بالحساب. 11 في 40 يساوي 440، 12 في 50 يساوي 600، 13 في 80 يساوي 1040، و 14 في 30 يساوي 420. مجموع هذه القيم يساوي 200، أو مجموع التكرارات هو 200. نقوم بالحساب فنجد 2500 على 200، وهذا يساوي 12.5. نلاحظ أنه تقريبا المتوسط المتوازن يساوي المتوسط في سلسلة إحصائية. نمر إلى التمرين الثاني. في التمرين الثاني الجدول التالي يعبر عن توزيع منخرطين في نادي كرة السلة حسب طول قامتهم. القامة 170، تكرار النسبي، هنايا خدمنا بالتكرار النسبي، يعني يكون بنسبة مئوية، لكن نعمل بشكل عادي، يعني لا يتغير القانون. عندما تكون القامة 170 سنتيمتر، التكرار النسبي هو 20%، معناها يوجد 20%
التلاميذ الذين قامتهم 170 أو المنخرطين الذين قامتهم 170. لدينا 40% من المنخرطين الذين قامتهم 175 و30% من المنخرطين الذين قامتهم 180 10% من المنخرطين الذين قامتهم 183. احسب المتوسط والمتوسط المتوازن لطول قامة هؤلاء اللاعبين. نبدأ أولا بالمتوسط. قلنا المتوسط هو مجموع يعني مجموع القيم على عدد التكرارات 1 2 3 4 أو على عدد هذه القيم. فنجمع هذه القيم على 4 ونتحصل على 177 سنتيمتر، يعني بعد الحساب نتحصل على M يساوي أو المتوسط يساوي 177 سنتيمتر. نمر الآن إلى حساب المتوسط المتوازن، وهو 20 في 170 +40 في 175 +30 في 180 +10 في 183 على مجموع التكرار، يعني على التكرار الكلي. التكرار الكلي هو 20 + 40 + 30 + 10. بعد الحساب نتحصل على 170 في 20 هو 3400، 175 في 40 هو 7000، 180 في 30 هو 5400، و 183 في 10 هي 1830 على التكرار الكلي اللي هو 100. منه المتوسط المتوازن هو 176.3 سنتيمتر، وهو تقريبا نفسه المتوسط. أعزائي التلاميذ، وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا أن تنقروا على زر الجرس وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.